مرحبا بكم اعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الانجليزية للصف الثالث متوسط درسنا اليوم اليونت الخامس الدرس الرابع عنوان الدرس كان I find it موجود في صفحة 48 من كتاب الطالب صفحة 64 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب في فيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغة الانجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط كذلك يتم نشر صور الملزمة عبر بيج الفيسبوك الاستاذ حسين مدرس اللغة الانجليزية أما أماكن بيع الملزمة موضحين في الرابط الموجود اسفل الفيديو في الوصف. نبدأ بالدرس. صفحة 48 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة. Where can I find it? أين يمكنني أن أجدها؟ بالبداية يقول لي match each extract with one of these newspaper sections. طابق كل قصاصة من هاي القصاصات اللي منطيني إياها بواحدة من أقسام الجريدة اللي منطيني إياها الصفحة. من طيني مجموعة من أقسام الجريدة، إحنا نعرف إن الجريدة بها مجموعة من الأقسام. سكشن معناها قسم. بيج معناها الصفحة، الصفحة اللي موجود بها هذا القسم. مثلاً عندي هوم نيوز، هوم نيوز معناها أخبار محلية. international نيوز معناها أخبار عالمية. arts معناها الفنون. سبورت معناها الرياضة. بيزنس الأعمال. تلفزيون التلفاز. وكارتونز اللي رسوم متحركه منطيني مجموعه من القصاصات او الاخبار اللي موجوده داخل الجريده يطلب من ان نوصل هذه الاخبار بالقسم المناسب لها حسب الموضوع اللي تتناوله شلون يعني يعني مثلا الخبر الاول اللي هو منطي حرف اي يقول لي ذا منصور مول ان بغداد از ناو فولي اوبن مول المنصور او مجمع المنصور في بغداد الان مفتوح بالكامل It is one of the largest shopping centers in Iraq. وهو واحد من أكبر المراكز التسوق في العراق هذا الخبر إن أو إن عوده قسم يناسب يا قسم من هاي الأقسام اللي منطيني أجي أدور هذا يعتبر من الهوم نيوز من الأخبار المحلية نعم إذا أقول له هذا الخبر عائد على الهوم نيوز على الأخبار المحلية ب الخبر الثاني تو فيلمز اوبند لاست نايت اثنان من الافلام تم عرضها البارحه one was very good إحداها كان جيد جدا but the other one was probably the worst film of the year لكن الآخر ربما سوف يكون أسوأ فيلم في العام هذا الخبر تابع لي قسم من الأقسام اللي منطيني إياها أجا دور home news أخبار محلية غير مناسب international news أخبار عالمية كذلك غير مناسب arts فنون نعم هذا أكثر قسم مناسب لي الخبر فأقول كله arts سي ان ساوث امريكا سوف نلتقي في جنوب امريكا توك اباوت رين فورستس للتحدث عن الغابات المطيره. هذا الخبر تابع ليا قسم من الاقسام اكيد تابع للتلفزيون التلفاز برنامج يعرض الغابات المطيره في جنوب افريقيا بعد اللي بعده اللي هو دي oil company chiefs meet to discuss the price of oil. رؤساء شركات النفط يلتقون لمناقشة أسعار النفط. هذا الخبر تابع قسم الأقسام بما أن رؤساء الشركات النفطية حول العالم. إذن هذا الخبر عالمي. فأقول international news. بعد the second part of the battery family is on tonight. الجزء الثاني من عائلة البدري اللي هي تتذكروها المسرحية اللي اخذناها سابقا سوف يعرض اليوم في الساعة السابعة. This is one of the funniest comedies on TV. واحد من اشهر برامج الكوميديا على التلفاز. تابع يا خبر من الاخبار. تابع يا قسم من الأقسام هذا الخبر. كذلك تابع للتلفزيون التلفاز. بعد اف صورة لاعب كرة قدم. تابع يا قسم ما منطيني يا خبر. اذا هذا تابع اكيد لقسم الرياضه فاقول سبورت اذا مثل ما طلب من عندي وصلت هاي القصاصات او اجزاء الاخبار بالاقسام المناسبه لها هذه مجرد نشاط صفي لكن الكلمات المتعلقه باقسام الجريده اللي هي هاي الكلمات هذه مهمه جدا للحفظ كمعاني ركز وياي كمعاني وليس كاملاء ليش استاذ كمعاني لان بعد قليل بكتاب النشاط منطيني تمرين متعلق بهن كل وحده وتعريفها يطلب من عندي اني اوصل الكلمه او الجزء من اجزاء الجريده بالتعريف المناسب لها فانا احفظ معانيها على مود اقدر اوصلها بالتعريف لين يجيني بالامتحان الوزاري على شكل توصيل بعدها يقول لي which newspaper section do different اي الاقسام الاقسام المتعلقه بالجريده يقراه مختلف الناس think about men women girls and boys فكر انت حسب وجهه نظرك فكر الرجال شي يحبون النساء شو تحب الفتيات والاولاد يعني مثلا المان الرجال شنو الاكثر شي يهتمون ب باجزاء الجريده مثلا الهوم نيوز الاخبار المحليه الانترناشونال نيوز الاخبار العالميه او الومن الومن اكثر شي تقرا يا جزء من اجزاء الجريده او يا قسم من اقسام الجريده اكثر شي النساء تحب مثلا تقرا الفنون الارت او التلفزيون التلفاز وهكذا البويز الاولاد يحبون السبورت الرياضه اذا مجرد هنا إن اذا إن شاء صفي الاستاذ يسال الطلاب يقول لهم which newspaper section do you think men read اي اجزاء الجريدة تعتقد ان الرجال يقرؤوا يقول له مثلا الهوم نيوز وهكذا عباره عن نشاط صفي What اباوت يو يقول لك ماذا عنك انت which section are you interested in يا قسم من اقسام الجريده اللي تقرا دائما او تحب انه تقرا مثلا الطالب يقول آي I read arts section انا اقرا الجزء المتعلق بالفنون واحد يقول سبورت وهكذا اذا كذلك لان النشاطات الصفيه قبل ما ننتقل بقت بس الاخيره هاي الفقره الاخيره هذا يا جزء من اجزاء الجريده هذا يعتبر رسوم متحركه فاقول كارتون كارتون معناها رسوم متحركه ننتقل الى كتاب النشاط تمرين اي Here are the section from the an English newspaper. يقول لي هذه منطيني مجموعة من أجزاء جريدة match each section قابل كل قسم من هذه الأقسام with the content مع ال أو المحتوى مالتها يعني بين قوسين يعني هذني أجزاء الجريدة أو أقسام الجريدة كل واحدة منطيني تعريفها وصل الكلمة بالتعريف المناسب إلها ما أفتهم شلون يعني يعني مثلا الهوم نيوز الأخبار المحلية شنو التعريف المناسب إلها خلينا نجي نشوف ذني ال أو التعاريف اللي منطيني إياها advertisement for jobs things for sale هي عبارة عن إعلانات لوظائف أو أشياء للبيع غير مناسبة funny pictures صور مضحكة كذلك غير مناسبة information about furniture flowers معلومات عن الأثاث والأزهار كذلك غير مناسبة Articles sent to the paper from the reader هي عبارة عن مقالات ترسل من الجريدة للقراء كذلك غير مناسبة News about clothes هي عبارة عن أخبار عن الملابس غير مناسبة. News about companies أخبار عن الشركات كذلك غير مناسبة. News about art أخبار عن الفن بلايز المسرحيات غير مناسبة. News about football أخبار عن كرة القدم غير مناسبة. News from other countries أخبار من بلدان أخرى غير مناسبة لأنهم يقول لي أخبار محلية. News from your own country أخبار من بلدك أنت نعم هذا أكثر خيار مناسب الأخبار المحلية هي الأخبار اللي من بلدي آني يسموها أخبار محلية إذا وصلت القسم بالتعريف المناسب إله مثل ما هو يجيني بالامتحان الوزاري يطلب من أن نوصل الكلمة بالتعريف المناسب لها أو من الممكن تجيني على شكل إسقاطات يقول لي مثلا فراغ are news from your own country هي عبارة عن أخبار من بلدك أنت شنو الكلمة المناسبة لها؟ ينطيني هوم نيوز بعد التمرين يقول لي سقطها بالفراغ المناسب. مثلا نمبر 2، انترناشونال نيوز اخبار عالمية، شنو التعريف المناسب لها؟ قبل شوية قلنا نيوز فروم اذر كونتريز هي عبارة عن اخبار من بلدان اخرى، اذا الاختيار المناسب لها هو هذا اوصلها. ارتس الفنون شنو التعريف المناسب لها؟ ذكرنا هي عبارة عن اخبار عن الفن، المسرحيات، painting رسومات الى اخره اوصلها بالاختيار المناسب لها نمبر 4 رابعا the sports الرياضه شنو التعريف المناسب لها اكيد نيوز about football او تنس هي عباره عن اخبار عن كره القدم او التنس اي تي سي الى اخره اي تي سي معناها اتسترا الى اخره فاوصل السبورت بالاختيار المناسب بعد بزنس الاعمال شنو التعريف المناسب لها In news about companies, money, etc. هي عبارة عن أخبار عن الشركات، الأموال إلى آخره أوصلها بالتعريف المناسب لها Fashion الأزياء شنو التعريف المناسب لها؟ in News about clothes هي عبارة عن أخبار عن الملابس أوصلها بالتعريف المناسب لها Leisure Leisure معناها التسلية شنو التعريف المناسب لها؟ Things to do in your spare time أشياء تفعلها في وقت فراغك Home and garden البيت والحديقة، شنو التعريف المناسب لها؟ information about furniture، أخبار أو معلومات عن الأثاث، flowers، الأزهار، etc. إلى آخره. بعد، advertisements الإعلانات، هي مبينة من advertisements for jobs، إعلانات للوظائف، things for sale، أشياء للبيع. television، التلفاز، شنو التعريف المناسب لها؟ programs this evening، هي البرامج التي تعرض هذا المساء، فوصلها بالتعريف المناسب لها. letters، الرسائل شنو التعريف المناسب لها؟ articles sent to the paper from readers هي مقالات ترسل للجريدة من قبل القراء بعد opinion الآراء ideas of the editor about recent new items هي عبارة عن أفكار من المحررين عن العناصر الجديدة والأخيرة cartoons الرسوم المتحركة شنو التعريف المناسب لها؟ هي عبارة عن funny pictures صور مضحكة هذا ما يخص تمرين أي تمرين مهم جدا وزاري مهم جدا من الممكن يجينا على شكل توصيل أو من الممكن يجينا على شكل إسقاطات حاولوا تضبطوه لأنه مهم جدا بالامتحان وزاري آه إذا ما واضحة الحلول أمامكم لأن أدنى نقاط هواي وأسهم هواي أنا اختصرت لكم إياه بهاي الطريقة النقطة الأولى حلها جي فأوصل النقطة الأولى بالحرف جي والنقطة الثانية I والنقطة الثالثة G وهكذا. حاولوا تحفظوها مهم جدا بالامتحان الوزاري. ننتقل إلى تمرين B. There are three spelling and punctuation errors. هنالك ثلاث أخطاء ركزوا وياي بالتنقيط وأخطاء إملائية in each sentence في كل جملة underline and correct them. حاول أن تجر جواهن خط وتصححها أجي نمبر 1 oil prices have been falling steadily for the last six months. أسعار النفط تهبط بشكل منتظم لآخر ست أشهر شنو الأخطاء اللي تقدر تلقاها من خلال قراءتك لهذه الجملة أخطاء سواء كانت بالإملاء أو بالتنقيط أول خطأ هو البرايسز ما يصير هذه الكومة نخليها الأسعار السجمة توضع في الكلمة واحدة بدون هاي الكومة أو الفارزة فارزة العلوية بعد الخطأ الثاني الهاف بين البين ما تتبع بهذه الطريقة هسه راح نجي نصححها ونعرف إن شلون تنكتب والاخيره كلمه مانس مانس اشهر ما تكتب بهذه الطريقه اذا اجي اصححها تصبح بهذه الطريقه برايسز نوخر عنها الفارزه العلويه البين تكتب بهذه الطريقه والمانس تكتب بهذه الطريقه نمبر 2 ثانيا there are many new and exciting shops in the المنصور مول هنالك الكثير من المحلات المثيره والجديده في مول منصور او مجمع المنصور شنو الاخطاء الاملائيه او التنقيطيه اللي موجوده بالجمله اولا الذير الذير ما تكتب بهذه الطريقه ثانيا الاكسايتنج الاملاء مالته خاطئ والثالثه علامة الاستفهام اللي موجودة في نهاية الجملة لأنها جملة عادية مثبتة مو جملة استفهامية فأصححها تصبح بهذه الطريقة الذير تكتب بهذه الطريقة اكسايتنج تكتب بهذه الطريقة وبالاخير اخلي نقطة وليست علامة استفهام. Number 3 How many trees فورست rainforests are destroyed every year؟ شنو الأخطاء الإملائية أو التنقيطية اللي موجودة في الجملة؟ أولا كلمة ثانيا ثانيا فورست ما تكتب بهذه الطريقة، وبالأخير لازم نخلي علامة استفهام لأن بدت بجملة بأداة السعال. إذن إذا نصححها تصبح بهذه الطريقة. How many trees فورست rainforests are destroyed every day؟ بعد Number 4 My new favorite TV show. is on today at 6 o'clock. تبرنامج المفضل اليوم في الساعة السادسة. شنو الأخطاء الملائية والتنقيطية اللي موجودة في الجملة؟ أولاً new ما تكتب بهذه الطريقة وfavorite كذلك ما تكتب بهذه الطريقة. هذا خطأ. ثانياً ما يصير نقول on today فقط today وكلمة o'clock كذلك خاطئة. إذا ثلاث أخطاء فتصير بهذه الطريقة. my new favorite TV اللي new تكتب بهذه الطريقة. favorite تكتب بهذه الطريقة. Uh, is today ما يصير نقول on today at 6 o'clock والفارزة العلوية اللي موجودة بكلمة o'clock هذا ما يخص تمرين بي تمرين كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد اريد يختبر قدرتي على حفظ إملاء بعض الكلمات اللي أخذناها سابقا بالمراحل السابقة مثل كلمة exciting, being, cars, favorite إلى آخره هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم، لاحظنا انه درس بسيط جدا، ما عدا عندي فقط أدى بعض الكلمات المتعلقة بأقسام الجريدة، يجب ان احفظ معانيها وتوصيلها بالتعاريف المناسب لها، لان ممكن يجيني بالامتحان وزارة على شكل توصيل، او على شكل اسقاطات. ختاما، شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها، تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة.